الطرقي عطونا كاين المناضل الفاعل الجمعوي عاشور العمراوي قبيل نتيزا ابريد تابع النفوذ الجماعه البني نقدموا النيت على ايين قنغدا نتيش ديال خوري تيزا الله يهديك صدوات كاميرا باش تزاني ودانا مشى وا اقون قنغدي تشات تيزا صدوات سرع قنغدا نتيش ذا المتحف الاثري البوستان اجن تمشنت ميناش غيني منهم غيني تسمى اغلى منطقه من الناحيه المعنويه الثقافيه التراثيه التانيتيش ديال الجماعه غير من تكبرني ديال المنطقه الشمال مار ناريف منطقه ناريف مار المهم ورغاو مشى نشوفو مشى انا الثاني ورغاو مشى شحال اي ونيتيش تاع الكوارف غزال ابريدان ورا خاص اعلاميين واسم شحال يما عاد رند ابريد سيرمو سيو انت ذا المركز سبدنت واني تيش مش سقاني غزار يغزان مضوع ريو دي اورو خميدي تحمري غزارة غي تقود دا سردة ثاني تيش دي جن كاني تمغى تمغى سوطس لانه بالنسبة لي ابريدا مرقم ابريدا قمرقم 6200 ويتحمل المسؤولية ثاني تيش تحملت وزارة التجهيز ومع ذلك زاري اوبري زاري المعانقه الطوموبيلات زاي كوارب ما نتجاكم شنا دير وقت انتراجا شي طوان تراجا بانه كان مجموعه الاحتجاجات اي وذن كاين الاحتجاجات ديال الجماعه باش هذا عدلنا بري الصياغه اسر ماشي سقانا سير بو يقدي ذن باش نسترسقنا بري داك وني حنا بويا فا حق الجين تا امو الله اعلم واسي مرمي والخطر اذا سكت هو انه القنداه والو نمشي نتوغا نتراجع داني وبريد زي كروش غادي تسكن السنة تقدم القنطاف نيشان ديريك تتفق سيا زي الملتقى الطرق نتي الزنا تاع نيشان زعما مازال مش سقان البنية راه خو ندير غير شي حاجة خطيرة ربما التصنيع ديال وات السن هو انه غير ميد يوصل مشروع الميناء المتوسط راه تصباوي تايا ارميد يسامي مشروع ميناء المتوسط نحظى ان الاجتماع مع المدير للميناء يناش بانه قال جماعات يدين قريبه مجاوره هاد استفدن زي 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 البنيه التحتيه هادي بدا هاد استفدن زي قومي ملي كي غنمر حنا معليش هاد الزوم نعماده باش تسلم شحال اسم الكوبري دابا ديك السيجن طوموبيل يختموا نعماده باش يناش الجماعات المحليه يعني الجماعات المجاوره غتستافدن زي زكوينات لامبليكاسيون باش سقانا البنيه التحتيه اصلاح البنيه التحتيه مار هذا لامباكت جميع المختلف ماني جا ماشي سقا الجماعه الجزء النيدي هنا مو كين تسبس السيف شحال الاحتجاجات شحال من غير شحال الصداع خليت كين جو زي زكوينات سير ثاني ماني جاوب لي شحال الجند 7 كيلومتر مبري القنداه تطوي يقص المجلس السابق يقص 99 مليون يسي يبقى بالميزانية ماني جاي ماني جاي الميزانية الخول زاري وبري ماشي الخول خلال ماني جاي الساعة جار الخول خلال هو أنه وزارة التجهيز وتقود دور النص ديال الجماعات الجماعة بريدة مرقم وغاز بور حقا تعذر ولا ذي الساهم شوف بناء أنا مين خف بناء أنا قد وزارة التجهيز غاز شغل مزمان غاز الطلبات طلبات المجلس السابق يقدم مجموعة طلبات الفاعلين من المجتمعات الفعالية المجتمع المدني قدم مجموعة طلبات باش هذا المجلس الحالي يغيب تخص نخل المؤتمر السابق المجلس السابق مادام قادي مطالب تذكيري الطلبات يعني وزارة مسؤولة والوزارة وتمول شيء آخر خو المشكلة هو أبريدي وقع عندي أنا مو تموليت الجهة ولا مادام أنه تخلى نخل المطالب ماني جان السوار خل وزارة التجهيز ماني جات 8 الداخلية يخص ذا يخص السوار لا فهم ليه يسمح ليس دين مجلي هنا واجن هو مسؤولين خي بريدن وينا في قصد اسنت وزارة التجهيز غي الساس 8 دا فوركينش أرميت فوق زي الحبس كيغذي تفلت إبريدن ديسنا 40 متر دي العرض زفت المارة عذر المارة غاسن سيرات غاسن مش 8 النغ ماني جد ما يموتيز 8 النغ ذا غاد عدرنا بريدا لا غزي ميتشي بيتشي كذاي كات كات مش دقا تقوى دي التاري دي بني سوى باش تسلم من دي توقع والقنداه يخزر قنداه يخزر قنداه توقع تقوى دي غزام ماري واري قانس يخزر مضوة ميت حمير سوى من وعد دون شيء ميت حمير سوى ماني يدقوى ربحة صحيح ولا على اين دوني شكرا
سي عشان تشكر شتاس شكرا زامي بريدن يغان غي توقع عنا مش توقع عني بريدن الاكتظاضي توقع عني بريدنا لأن أبريد ليس تسم كوارب غي دايس ويوس دي دار قوية سياحية ولهذا الطوموبيل ما مرقنت ذي كوارب هي اثنين ولهذا نتشكوى السي عشر العمراوي كفاعل جمعوي إذا غي وشين النداء باش تحسن يايت مسوت مرة وإذا غي تبع عن بارتاجيم وشكرا.